السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة سنة تانية إعدادي. إن شاء الله الفيديو ده هنشرح مع بعض وهنقول مع بعض طريقة عمل أي سوجي. السوجي ده ممكن يكون لتر خطاب، ممكن يكون ديالوج محادثة، وممكن يكون باغل اللي هو بنكتب فيه باراجراف، بنكتب فيه باراجراف من جمل. طيب، أول سوجي عندي هنا الموضوعات الخاصة بالأونيتي كاتر، بالوحدة الرابعة. هنا بقول لي إيماجين un dialogue avec un ami sur le sport préféré. تخيل ديالوج، حوار مع صديق عن ايه؟ عن الرياضه المفضله. طيب، اشوف كده هو كون الاسئله ازاي بالعربي وبعد كده اجمعها فرنش. يعني ما تحاولش تحفظ الديالوج ده فرنش على طول الا لو انت بقى بتعرف تحفظ، بس انا عايزك تكون فاهم برضو هو اتكون ازاي. هجمع كده بالعربي. اول سؤال هقول ما هي رياضتك المفضله أو ما هي الرياضة المفضلة؟ الإجابة هقول رياضتي المفضلة بتكون كذا، وأقول اسم الرياضة، وأخلي بالي من الأدوات وهنتكلم عنها دلوقتي. طيب، تاني حاجة، يبقى أول حاجة إيه رياضتك المفضلة؟ طيب، تاني سؤال، خليني الأول أظلل لك على الأسئلة وبعدين نشوف الإجابات. يعني أول حاجة هقول إيه هي رياضتك المفضلة؟ طيب، تاني سؤال هقول بتمارس الرياضة دي فين؟ تالت سؤال ايه الادوات اللي بتلزمك عشان تمارس الرياضه دي؟ رابع سؤال الرياضه دي بتلعبها مع مين؟ يبقى كام سؤال؟ اربعه، باربع اجابات. يبقى لو جالي ديالوج عن الرياضه المفضله، هعمل اربع اسئله باربع اجابات. طب اول سؤال قلنا ايه هي الرياضه المفضله؟ كيل سبور، سبور مذكر، هتاخد كل المذكر عشان تعرف بقى تكون السؤال انت هتكونه ازاي. اي رياضه، اي يعني كل، زي ويتش بالانجلش كل. طيب كل، عندي أربعة كل في الفرنش. عندي كام؟ عندي أربعة. الأولانية ديت للمذكر، بسأل بيها عن أي كلمة مذكرة، والتانية دي للمؤنث، التالتة دي لجمع المذكر، والرابعة دي لجمع المؤنث. طب كلمة سبور مذكر ومفرد، يبقى تاخد كل سبور، وبعدين بغفير تيو فيرب بغفيري منتهي باسم مع الضمير تيو لأنه فيرب مجموعة أول. كل سبور بغفير تيو، الإجابة تي حولتها لجو، والتصريف ظبطته مع الجو، شلت الإس. جو بريفير لو فوتبول. خلي بالك كويس بقى إن فوتبول، أنا قصدي إن فيرب بريفير بيجي بعده أدوات المعرفة. يعني عندي الأفعال اللي هكتبها لك دي، بريفيري، أدوري، أفعال المشاعر، وهزود لك عليهم فيرب كمان جديد السنة دي، أدوري. ومين كمان؟ إيمي، يحب، والرابع مين؟ دوتستي. طيب والجديد بقى اللي معانا، براتيكي، اللي هو يمارس، بما ان احنا بنتكلم عن الرياضات. مالهم دول؟ اول ما تشوفهم الكلمات اللي هتيجي بعدهم معرفه بلو لو هي مذكر، لا لو مؤنث، الابوستوف لو هي مفرد بدء بفوايل، وليه لو لا. دي ثوابت عندي مع الافعال دي. فهنا لما بقول لك اي رياضه تفضل، قلت لي انا بفضل الفوتبول مثلا، يبقى جو بريفير لو فوتبول، جو بريفير لا ناتاسيون، يبقى فيرب بريفيري زي باقي الافعال دول بتيجي بعديهم الكلمات معرفه باداه معرفه. طيب تاني سؤال قلنا هنساله، اين تمارس هذه الرياضه؟ تمام. طيب انا هنا كملتها لك اهوت بالعربي عشان تبقى رابط كده العربي بالفرنش. اول سؤال قلنا اي رياضه تفضل، تاني سؤال اين تمارس هذه الرياضه، تالت سؤال ماذا يلزم لممارسة، وأقول اسم الرياضة اللي أنا بتكلم عنها، وبعد كده مع من تلعب هذه الرياضة. طب لما وصلت هنا قلت له أو في تيو سبور، أين تمارس هذه الرياضة؟ قلت له أستاد. هحط المكان وأحط أداة الحرف الجر قدام المكان، أستاد مذكر أحط قدامه أوم. طيب كيسك الفو بوغ فيغ دو تينيس، ماذا يلزم لممارسة، وأقول اسم تينيس إيه بس، فوتبول. كيسك الفو بوغ فيغ دو فوتبول، ماذا يلزم لممارسة الفوتبول اللي احنا بنتكلم عنها؟ انا كتبت لك اسم الرياضة بحيث لو انت اللي عايز تغير الرياضة دي. فقال له ايه الفو ان بالو اي دي شوسيغ دو سبور، بيلزم كرة وحذاء رياضي. يبقى كرة القدم بيلزمني الان بالو، الكرة الكبيرة المذكر، الوحيدة اللي بتاخد الامبال الكرة الصغيرة، كانت رياضة الايه؟ التنس. اخر سؤال، افيك كي جو تي او فوتبول، مع من تلعب هذه الرياضة؟ مع من تلعب هذه الرياضة؟ افيك كي، فاكرين كي بتسأل عن فاعل؟
أو مفعول بس يكون عاقل. مع من تلعب هذه الرياضة؟ قلت له افيك ميزامي مع أصدقائي. تمام؟ طيب تاني سوجي عندي هنا بقول لي باغل. باغل دي يعني باراجراف، وهعمل كده إيه تلات أربع جمل كده. طيب باغل دو تون سبور بريفيري كو تي براتيك، تكلم عن رياضتك المفضلة التي تمارسها. طيب خلينا كده نجمعها الأول بالعربي. أول حاجة هقول أنا بحب وأقول اسم الرياضة، وما تنساش إن فيرب يحب بتيجي بعده الحاجات معرفة بأداة معرفة. هنا بقول لي جيم لا ناتاسيون، أنا بحب السباحة، يبقى فيرب إيمي بيجي بعده أدوات معرفة. إيلي مون سبور بريفيري، الإل دي مين؟ لا ناتاسيون مؤنث، هي بتكون رياضتي المفضلة. سبور مذكر، فأخدت مون وأخدت بريفيري بالشكل المذكر ده. خلي بالك بريفيري دي عايدة على الرياضة مش على اسم السباحة، يعني مذكر هنا عشان سبور مذكر. خلي بالك من التكة دي. إلي مون سبور بريفيري جو في دو لا ناتاسيون أو كليب، أنا بمارس فيرب فير، كلمة السر في إيه؟ حرف الدي. يبقى جو في دو لا ناتاسيون أو كليب، أنا بمارس السباحة في النادي. جو مي أن مايو دو بان، أنا برتدي المايو دو بان اللي هو زي السباحة. كون جو لا براتيك، لا دي عايدة على مين؟ عايدة على السباحة. يعني إيه الجملة دي؟ أنا برتدي ملابس السباحة عندما أمارسها، اللي هي الإيه؟ السباحة. مون أمي أحمد، صديقي أحمد إم ألي أفيك موا، بيحب يذهب معايا أو كليب في النادي باغسو كي لام لو ميم سبور، لأنه ها باغسو كي ليه بقى؟ عشان من أجل إيه؟ لأنه بيحب نفس الرياضة، لو ميم يعني ذا سيم لو ميم سبور. تمام؟ طيب موضوعات الأونيتي سانك بقى الوحدة الخامسة. أول حاجة هنا الديالوج، ديالوج عن إيه؟ إماجين أون ديالوج أنتر دو زامي سيغ لو ليو دي فاكانس، عن أماكن الأجازات، والديالوج ده مشهور قوي. تخيل حوار بين صديقين عن أماكن الأجازة، بيتكلموا عن الأماكن اللي بيروحوا فيها الأجازات. أول سؤال هسأله هنا هقول له أين تقضي أجازاتك الصيفية؟ ماشي، هكتب لك جنب الأسئلة كده بالعربي، يبقى أين تقضي أجازاتك أو أجازتك الصيفية. او باستي تي فاكونس، خلي بالك كلمه فاكونس جمع في الفرنش، الاجازه جمع، تي فاكونس ليتي، اين تقضي اجازتك الصيفيه؟ قال له الكسندري في الاسكندريه. علي قال له او بور دو لا مير، في البحر. قال له بي جيم بوكو ناجي، بحب كثيرا السباحه. قال له تي بار كومون، بتسافر ازاي؟ كيف تسافر؟ فقال له وسيلة المواصلات اون فاتير. ديالوج سهل جدا، يبقى هسأل أين تقضي الأجازات. بعد كده لما قال له في الإسكندرية طبيعي هيقول له إيه؟ في البحر. قال له أحب كثيرا السباحة، قال له إيه؟ كيف ستسافر أو كيف تسافر، عشان عارفة لما بقول سات قولوا لي فين الإيه؟ فين المستقبل. طيب تي بار كومون، كيف ستسافر؟ قال له اون فاتير. طيب الموضوع الثالث هنا جاي لي عن ليليو دي فاكانس، بس مش ديالوج، جاي باراجراف. باغل توني ليو بريفيري بور باسي لي فاكانس، اتكلم عن الاماكن او مكانك المفضل للايه؟ للاجازه. طيب هنا بقى انا اللي بتكلم مع نفسي كده، بقول جيم باسي مي فاكانس دي تي ا بور سعيد، انا بحب اقضي الاجازات الصيفيه في بورسعيد. جو في افيك ما فامي، بذهب مع عائلتي. بور إن سومين، لمدة أسبوع. نو بغينو، هقول بالراحة الترجمة عشان اللي عايز يكتب ورايا، نو بغينو لو تران، بنركب القطار. خلي بالك فيرب بروندغ مع المواصلات بيجي بإيه؟ بتيجي المواصلات معرفة، لكن لما بيجي مع مأكولات بتيجي أدوات تجزئة، وأنا عاملة له فيديو مخصوص على القناة ارجع له بعنوان فيرب براندر فيرب الامتحانات، مهم كاتب عليه، مهم من رابعه ابتدائي لثالثه ثانوي. تمام، فيرب برونتر مع المواصلات هتيجي المواصله معرفه. نبغي نو لو تران دو كير، بنركب قطار القاهره. جيم فير، بحب امارس ايه؟ او مدام فير موجود يبقى في، هيبقى في حرف دي موجود، دو لا ناتاسيون عشان ناتاسيون مؤنث. جيم فير دو لا ناتاسيون اي فير دو باتو، بحب امارس السباحه وامارس
اللي هو ابو اركب الباتو اللي هو المركب مو انا اي مون فغير نو بغي نو دو بيل فوتو انا واخويا بنحب نلتقط صور جميله جو مي اون مايو دو با برتدي زي السباحه كون جو لا براتيك عندما امارسها اللي هي السباحه. طيب الاونيتي سيس بقى الموضوعات الوحده السادسه بتكلم عن طقس parle du temps en Égypte pendant les quatre saisons. الموضوع ده برضو مشهور جدا، نتكلم عن الطقس في مصر اثناء الاربع فصول. هنبدا بقى، بس قبل ما ابدا خلي بالك الشتاء والخريف والصيف بياخدوا حرف الجر ايه؟ اون 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 ثلاثه اون. طب الربيع؟ لا الربيع بياخد او او برينتا. حاسبه لك كده مش متصل. طيب لما اجي اقول لك اونيفير، وعلى فكره السؤال الاسئله دي بتيجي كتير جدا في الكومبليت كمان بغض النظر عن الباراجراف. اونيفير في الشتاء الفي فوغوا اي البي، في الشتاء بيكون الفي دي مين؟ الطقس، مش هو يعمل. في طلبه بيشوفوها يقول لك هو يفعل هو يمارس، لا هو يفعل هو يمارس لما يكون جاي بعديها اي كلمه تانية غير الصفات بتاعت الطقس. هنا بتكلم عن طقس الفي فوغوا اي البلو، بيكون بارد وبيمطر. طيب او برينتا في الربيع الفي بو، جو جميل اي لو سيال اكلير، والسماء صافيه. انوتون في الخريف الفي موفي، وافتكر الكلمه دي عشان بتسقط من ناس كتير منكم معرفش ليه، الفي موفي الطقس سيء. اي لو فان سوفل فوغ، والرياح بتهب بقوه. طب اونيتي في الصيف الفي شو، جو حار اي لي دو سولي، عشان بيوجد شمس. طيب قلنا التعبير اليا مع كلمة الشمس والرياح والسحب بتاخد أدوات تجزئة. فهنا حطينا ديو عشان سولي مذكر. طب نمرو سيس بارل دو سي كو تو فيغا توما، تكلم عن ما تفعله غدا، يعني عايز منك باراجراف حلو كده في زمن لو فوتير المستقبل. يبقى تكلم عن ماذا سوف تفعله في غدا، فيرب ايه؟ فيرب فيغ، بس في المستقبل كان شاذ، اخذنا منه راديكال فيغ حطينا وراه النهايات. طيب هتكلم عن الطقس بقى، هبدا قصدي جملتي بالطقس، هقول ايه الفي غابو، خلي بالك انا عماله اقول ايه الفي بو الفي مو في، لكن في المستقبل ايه الفي غا الفي غابو دوما، الطقس سوف يكون جيد او كويس يعني بكره. جيغي جيغي ده فيرب ايه؟ افعال الشاذه اللي في المستقبل، ده فيرب اللي، سوف اذهب جيغي على كامباني، سوف اذهب الى الكامباني في الريف شي ما غران بير عند جدتي. يبقى كل حاجاتي كل افعالي هتكلم في زمان المستقبل في غاو ايري. طيب مي زامي فياندرو افيك موا، اصدقائي سوف ياتون معي. خدي لي بالك من الباراجراف ده، فياندرو ده فيرب فينير ياتي، كان شاس كنا بناخد منه راديكال فياندر. طيب مع الاي لافيك اس كان بياخد نهايه او ان تي مش اي ان تي زي ما احنا متعودين، انا دلوقتي في مستقبل مش مضارع. ميز امي فياندرو افيك موا، اصدقائي سوف ياتون معي. على كامباني في الريف اليا ايه بقى؟ بيوجد ايه؟ لوكال الهدوء، اي لير بور والهواء النقي. نو جوبيرو اي نو مانجيرو انسومبل، احنا هناكل. بص افعال المجموعه الاولى كان في المستقبل زي ما هي بالنهايه بتاعتها، وحط انا نهايه المستقبل ما بشيلش حاجه من نهايه المجموعه الاولى. نو جوغو، نحن سوف نلعب. اي نو مانجوغو، وسوف ناكل. انسامبل يعني زي توجذر مع بعض. كل بيل جورنيه، له من يوم رائع. تمام. طيب في عندي هنا كمان سوجيب خاص كده بالوحده الرابعه اللي هي كانت بتتكلم عن الرياضات. طيب بيقول لي ديكري، اوصف كلمة دكري دي بنشوفها كتير، دكري لو ماتش كي تو يا فيو اييغ او ستاد، اتكلم عن المباراة التي رأيتها اييغ بالأمس. يبقى هتكلم في صيغة الماضي، ها احنا لسه مدربين على صيغة المستقبل، عايزة اتكلم دلوقتي عن أي موضوع في صيغة الماضي، هستخدم الباسي كومبوزي. استاذ اتكلم عن الماتش الذي رأيته بالأمس في الاستاد. اييغ بالأمس، جي فيو، فيو ده فيرب ايه؟ فواغ يرى. جي فيو اون ماتش دو فوتبول او ستاد دو كير، أنا شفت ماتش كرة قدم أو مباراة كرة قدم في الاستاد في استاد القاهرة. لو ستاد ايتي، ايتي ده فيرب ايه؟ ايتي ده فيرب اتر في الماضي. لو ستاد ايتي بليان دو سبيكتاتور، الاستاد كان مملوء بالمتفرجين. لاربيتر ابيان دو ريجي لو ماتش،
الباسي كومبوزي اه، بس جاي في النص بس فصل الكلمة بيها يعني جيدا او كويس. الحكم ادار المباراة جيدا. ليكيب دي جيبت الفريق المصري اغاني، ادي زمن الماضي اهو، كسب ها دو ان، كسب 2-1. ابغي له ماتش بعد الماتش لجورناليست الصحفيين اون في دي روبورتاج، عملوا تحقيقات صحفيه افيك لي جوير اي لانترينير. تمام. طيب يبقى تخلي لي بالك من الافعال ومن حروف الجر، يعني مثلا استدنا اخذت حرف الجر او عشان مكان مذكر. تمام. عندي ايه تاني؟ فيرب فير جاي بعده ادوات تجزئه برضو. تمام. طيب عندي ايه كمان؟ في هنا كمان الموضوع ده السوجي ده بيتكلم عن ايه؟ ديالوج انتر دو زامي بور دوني اون رانديفو، حوار بين صديقين عشان ايه؟ يدوا بعض ميعاد. رانديفو يعني ميعاد. ازاي ادي ميعاد واعمل الحوار ده ازاي؟ لوك هنا بيقول بونجور ريمي، صباح الخير يا ريمي. الو بونجور لوك. اون فا او سينما سو سوار، ده سؤال بهل. فين هل؟ من غير كلمة هل، طريقة اللهجة صح كده؟ اون فا او سينما سو سوار، هل ممكن نروح السينما هذا المساء؟ فهو لو وافق قال له وي اكيلير، ايوه في اي ساعة؟ الساعة كام؟ قال له اوي تيغ تو يي ليبر، الساعة 8. انت فاضي؟ هتكون فاضي؟ قال له وي تيغ وي سافا، الساعة 8 نعم تماما، سافا يعني كويس. قال له بيان الوغ سو سوار، اوكي الى اللقاء. اذا هيكون هذا المساء يعني. وي تيغ ديفون لو سينما، الساعة 8 امام السينما ايه؟ ريفولي، امام سينما ريفولي. هنا برضو شكل ميل اللي هو الايميل عشان نبقى عارفين شكله بيكون عامل ازاي، هو سهل جدا. هو بس التسطيره اللي فوق دي بنكتب دو يعني فروم من، واكتب الاسم مثلا بتاع الشخص اللي هيرسل الايميل دوت ات ياهو ات جيميل، اي ايميل هتحطه. اه يعني تو الى، وتكتب اسم الشخص التاني بالايميل بتاعه. الاوبجي الموضوع، حسب بقى الموضوع اللي هو طالبه منك. كيف ده دلوقتي بتكلم عن فاكانس الاجازات ماشي. طيب هتبداوا بكلمه ساليو لو انت بتكلم صديق، وتكتب السيجنتور بتاعك او السيجنتشر بتاعك التوقيع بتاعك في اخر الايميل عادي خالص، وتكتب بقى الموضوع حسب المطلوب منك. انا بوريك شكل الميل اهو، هكتب دو ا واوبجي وساليو وبعدين تكتب اسم. تمام. الموضوع ده احنا لسه قايلينه بالظبط عن حالة الطقس في الاربع فصول في مصر. تمام. وبرضه نفس الموضوع ده اتقرناه في الشيت برضه عن ماذا ستفعله غدا، هتكلم في صيغه الايه؟ المستقبل. احنا كده في الفيديو ده قلنا جميع السوجيه الموضوعات الخاصه بالثلاث وحدات. اتمنى بقى الاشتراك في القناه ونشر الفيديو عشان يوصل لكل زمايلنا قبل كده امتحاناتهم. يلا بالتوفيق للجميع، اقول لكم ميرسي بوكو اي اوريفوار.